تحية طيبة إلى كل مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك. أهلا وسهلا بكم إلى هذا البث المباشر، معي أنا إبراهيم ضاوي وزميلي المصور علي عميس من أمام قسم غسيل الكلى في مستشفى النبطية الحكومي الجامعي. سندخل إلى داخل قسم غسيل الكلى لنتابع يعني المستجدات في موضوع جلسات غسيل الكلى والتعرفة. في وقت سابق كانت قد أعلنت نقابة أصحاب المستشفيات وجمعية غسيل الكلى ببيان مطالبتها الضمان بالموافقة على تعرفة جلسة غسيل الكلى الجديدة، وكان البيان شديد اللهجة وطبعا شدد على طلب الضمان بأنه هذا الموقف من جانب مجلس إدارة الضمان غير مبرر وغير مفهوم، وهو سيجعل مرضى غسيل الكلى الذين هم على عاتق الضمان يدفعون $63 عن كل جلسة. كان هناك عرقلة من جهة الضمان، كان مجلس إدارة الضمان كان رافض طبعا أو بمحل معين كان بعد لم يقر هذه التعرفة الجديدة لجلسات غسيل الكلى، وكان المضمون سيدفع هذا الرقم اللي كنت قد ذكرته $63. ولكن بالأمس صدر بيان جديد مفاده بأنه من مدير عام الضمان كركي يقول تغطية علاج مرضى غسيل الكلى 100% على حساب الصندوق وعلى كافة المستشفيات الالتزام بذلك. في الأمس أيضا تبعنا مشاهدينا الاعتصام الذي نفذه موظفو الضمان أمام مركز الضمان، واللي كمان كانوا ببيان شديد اللهجة بوجه مجلس إدارة الضمان بحد ذاته، اللي كانوا عم يوجهوا طبعا الاتهامات بأنه العرقلة من مجلس إدارة الضمان. اليوم أقرت التعرفة الجديدة، مضمون من اللي بيغسلوا كلا 100% يغطى العلاج من قبل الضمان الاجتماعي. على كل حال تفاصيل أكثر سنطر عليها في هذا اللقاء مع مسؤول قسم غسيل الكلى في مستشفى النبطية الحكومي دكتور حسن بخدود. دكتور حسن صباح الخير، بدي احييك وبدي برك لكم، يعني اليوم المرضى صار 100% تغطية علاجهم. كل ما المرضى وكل ما المستشفى ان شاء الله اكيد الحمد لله أحسن. إذا فينا هيك مثل العادة نمشي نحن وياك بقلب القسم وتخبرني عن المستجدات بموضوع غسيل الكلى. بوقت سابق طلبتوا أنه يكون في تغطية 100% للعلاج وزيادة تعرفة بدل أتعب الطبيب وإلا ما هنالك. شو المستجدات بموضوع غسيل الكلى؟ حسب ما وصلنا وزارة الصحة زيادة التعرفة من أول 5 الضمان الاجتماعي هي بلشت من 9-5، الحمد لله ماشي الحال. يعني المريض ما عادش بيدفع فرق، نحن بالاصل ما اخذناش فرق من اي مريض، كل الوقت ما اخذنا فرق من اي مريض، اكيد حنكمل مش حناخذ فرق من المرضى. الحمد لله سهلتنا امورنا الضمان الاجتماعي وحل الموضوع، هلا الحمد لله ماشي الحال. يعني نقول من بعد العرقله اليوم ما مش الحال، ان شاء الله بيمشي الحال والحمد لله ما عادش حدا بيدفع فرق لا عنا ولا مستشفيات تانية. بالنسبة لبدل أتعاب الطبيب المعالج بدل أتعاب صار كل طبيب بياخد الطبيب على كل جلسة $1,000,000 صار. قديش كان قبل؟ قبل كان 500,000 ابتداء من شهر شباط. اليوم يعني فينا نحكي عن عدد كبير من المرضى كانوا بيستفيدوا من أو هن مضمونين وبالتالي كانوا حيدفعوا يدفعوا فارق. هلا الحمد لله مش هم عاش يدفعوا فروقات. كانت قبل في العرقلة من الضمان بحد ذاته، هلا اليوم رجع الضمان مشي. هلا أكيد من الضمان، أكيد سياسة الضمان هلا تدفع بدك تجيب إيرادات، أكيد ما فيش إيرادات كيف اللي يدفعوا. هلا كانوا حلوا الموضوع والحمد لله حيبلشوا يدفعوا التعريف الجديد. أصعيد هذا المستشفى كم مريض غسيل كلى فيه تقريبا؟ هلا عنا بحدود 56-57 مريض، عنا 16 مريض ضمان، 16 مريض هلا عم تغطي صار شيء لإلهم. بالنسبة للمش مضمونين حسب جهات الضمان، حسب ضمان أو جيش أو تعاونية موظفي الدولة، وكله زادوا التعريف من شهر. بالنسبة للأشخاص المش مضمونة على جهات ضامنة بتكون بتدفع على نفقة صحة. وزارة الصحة. حالتين مريض غسيل الكلى يستفيد من جهة معينة بالضبط، أكيد عنده جهة بتغطي، إذا بالجهة ضامنة بتكون وزارة الصحة. تمام.
أنا بدي أتشكرك يعني من بعد معاناة هيك اليوم إن شاء الله المرضى إن شاء الله الله يخليك. شكرا لك دكتور حسن بخدود. فإذا مشاهدينا سأقرأ ما جاء في بيان يوم أمس، انطلاقا من أنه غسيل الكلى عمل طبي يغطيه الضمان بنسبة 100% والتزاما من حرص مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دكتور محمد كركي على تنفيذ سياسة الصندوق بعدم تحميل مرضى غسيل الكلى أي أعباء مالية، وحيث أن التأخير بإقرار زيادات تعرفة غسيل الكلى أسوة بباقي الجهات الحكومية الضامنة بات يهدد حياة وسلامة المرضى. لذلك يعني ونظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب قرارات استثنائية للتخفيف عن كاهل المضمونين، واستنادا إلى اقتراح اللجنة الاستشارية الطبية العليا في جلستها عدد 398 بتاريخ 9/5/2023، تم بناء لطلب رئيس الاتحاد العمال العام بموجب زيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى من 1,500,000 ليرة إلى 5,240,000 ليرة دون احتساب بدل أتعاب الأطباء، وأيضا تم تعديل أتعاب الطبيب المعالج لتصبح 1,440,000 ليرة بدلا من 500,000 ليرة لبنانية عن كل جلسة. وطبعا طلب المدير العام كافة المستشفيات والأطباء بالالتزام بهذه التعريفات الجديدة. فإذا مشاهدينا اليوم مرضى غسيل الكلى صاروا المضمونين طبعا يعني بهيدي المستشفى بمستشفى النبطية الحكومي في 16 مريض مضمون اليوم بيتوا ما بقى يدفعوا فرق ضمان لأنه صارت التغطية 100% من قبل الضمان الاجتماعي من بعد ما كان في عرقلة كان في بمجلس إدارة الضمان أشخاص غير موافقين، ولكن تم الموافقة وأصدر بالأمس مدير عام الضمان أستاذ محمد كركي البيان اللي قضى بموجبه تغطية 100% لمرضى غسيل الكلى المضمونين من المستشفى النبطية الحكومي إبراهيم ضوا على ماسو بيروت انترناشونال.